اهلا بحضراتكم من جديد بعد ما شفنا طبعا دلوقتي ابرز مانشيتات الصحف النهارده. طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين، واحنا بنتكلم عن موسم الحج اللي قرب جدا. وزاره التضامن الاجتماعي بدات ان هي تتابع الترتيبات والاجراءات النهائيه عشان بدايه فعاليات الموسم. من المقرر كمان سفر اول افواج حجيج الجمعيات الاهليه يوم الثلاث اللي جاي للمدينه المنوره، واللي هيشمل 700 حاج من الجيزه والدقهليه. رئيس بعثه حج الجمعيات الاهليه بوزاره التضامن الاجتماعي استاذ ايمن عبد الموجود بدا في الاشراف على الترتيبات النهائيه عشان يبدا تفويج حجيج الجمعيات الاهليه، واللي عددهم وصل ل 12,000 حاج، وده طبعا بعد معاينه مواقع تسكين الحجيج في الفنادق والخيام واتوبيسات النقل وغيرها من الترتيبات. ده طبعا يا مها بدا بعد مقدمه للبعثه الرسميه للحج في الجمعيات الاهليه. سافرت اول امبارح للمدينه المنوره لاستلام الفنادق ومراجعه الاستعدادات واتخاذ اللازم نحو استقبال ضيوف الرحمن ان شاء الله وتسهيل الاجراءات، وانه المره الاولى للعام ان شاء الله ده هيرافق الحجاج كلهم وعظات دينيات بالاتفاق مع وزاره الاوقاف لتقديم الوعظ الديني طبعا بالاراضي السعوديه، اضافه الى عقد ندوات دينيه للحجيج خلال تواجدهم في الاراضي المقدسه. عشان نعرف تفاصيل اكتر خلينا نروح ناخد اتصال هاتفي نتعرف منه اكتر على الاستعداد، اخبارها ايه. استاذ ايمن موجود طبعا، هيكون موجود معانا رئيس البعثه هيعرفنا اكتر عن اخر الاستعدادات. يا استاذ ايمن صباح الورد. كل سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله بعثه موفقه وحجه مبرور لكل اهالينا اللي هيروحوا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. نطمن كده من حضرتك على اخر الاستعدادات لكل اهالينا اللي هيسافروا باذن الله. ان شاء الله احنا هنبدا النهارده نقل الحجاج اعتبارا من الساعه 10 صباحا. اول رحله هتتوجه الى مطار المدينه المنوره ان شاء الله، بيمثلوا حجاج محافظه الدقهليه. الامور هناك تم مراجعه كافه الاستعدادات لاستقبال الحجاج. ان شاء الله في بعثه تستقبل الحجاج في مطار المدينه، وبخلاف التسكين في بعثه مسؤوله عن تسكين الحجاج. اول ما يوصلوا ان شاء الله باستلام المطار هيتم تسكينهم في المدينه المنوره، ونبدا بعد كده ان شاء الله الاجراءات الخاصه ومتابعه احوال الحجاج خلال فتره اقامتهم في المدينه المنوره. احنا المفروض فترة الإقامة في المدينة المنورة لكافة الحجاج بتبقى 4 ليالي وخمس أيام. تمام. الحج بعدها ينتقل إلى مكة المكرمة، وفي العودة نفس الشيء، الحج بيقعد في المدينة المنورة 4 ليالي وخمس أيام، وبيغادر من مطار المدينة إلى الأراضي المصرية. تمام، يعني هو هيرجع تاني على المدينة. طب الانتقالات الداخلية بقى ما بين المدينة ومكة طبعا مع الأعداد الرهيبة في موسم الحج ده كله مترتب يا أستاذ أيمن؟ بكل تاكيد هو لا، اللي بيروح المدينه الاول بيرجع من مطار جده، واللي بيروح جده بيرجع من مطار المدينه. احنا عندنا 50% من حجاجنا بيروحوا المدينه المنوره الاول، و50% بيروحوا المدينه المنوره بعد انتهاء المشاعر المقدسه. وكل الكلام ده طبعا مترتب في تعاقد مع احدى كبرى شركات النقل في المملكه العربيه السعوديه لنقل حجاجنا من بين المدن وفي المشاعر. وكل الكلام ده مترتب، كل حاجه مع المشرف بتاعه، معروف الباص اللي هيتم نقله. احنا متعاقدين على باصات من موديلات 2016 حتى 2019. هي هي. استاذ ايمن، يعني الخبر كمان كان بيقول انه لاول مره هيكون في مرافقات وعظات دينيات، وده بالاتفاق مع وزاره الاوقاف عشان يقدموا وعظ يعني دينيا بالاراضي السعوديه للي بيحجوا. قبل كده كان ايه البديل؟ لا، وكان هي الاول مره معالي وزير الاوقاف السنه دي البعثه الخاصه بالوعاظ الدينيين تم تخصيص 3 سيدات اضافه على العدد الموجود من الرجال. احنا معانا 10 رجال و3 سيدات لتقديم الوعظ الديني للحجاج في الفنادق وفي المشاعر المقدسه. كان السابق كان كل الوعاظ كانوا رجال، ما كانش فيه سيدات، بس احنا كنا بنكتشف ان السيدات محتاجين وعظات، خاصة في بعض الأمور المتعلقة بأمور السيدات، وخاصة في المشاعر المقدسة بيبقى لهم دور كبير جدا، لأن المشاعر بتبقى المخيمات السيدات لوحدها والرجال لوحدها، فبالتالي في صعوبة في دخول الوعاظ الدينيين من الرجال لمخيمات السيدات. فكنا بيبقى في التواصل ما كانش مباشر، فعشان كده أفضل لتقديم الخدمه لكافه الحجاج. صحيح، اجراء مهم جدا كمان لتثقيف يعني الحاجات من السيدات. احنا كل الشكر طبعا دكتور ايمن عبد الموجود رئيس بعثه الحج طبعا من وزاره التضامن، وشغل محترم وشغل متطور من وزاره التضامن لوجود الوعظات اللي بيتكلم كمان حتى على الانتقالات الداخليه. تعاقد مع شركه سعوديه بموديلات حديثه للباصات مشوار من المدينه لمكه، طبعا بيستغرق اكثر من 4 ساعات او 5 ساعات مع وجود زحام كمان ايام فتره الحج. اعتقد هيبقى الموضوع صعب جدا،
واضح ان في ترتيبات معاها منظمه جدا لكل حجيج ان شاء الله حجه مبرور لكل اهالينا. وانتصار للمراه طبعا، الله يعني طبعا يعني مش يعني ما يبقاش يوم واحد ربنا يعني خلاص يعني اشمعنى يجيبوا واعظين للرجاله والستات؟ لا ما هو لازم برضو من حقهم يفهموا طبعا يعني طبعا. صح؟